حول إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تداعيات التظاهرات في العراق، رجحت المندوبة الدائمة لبريطانيا في مجلس الأمن كريم بيرس عقد جلسة خلال الشهر الجاري. نتابع آخر التطورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. سفارتنا في بغداد تتابع الأحداث وأصدرت بياناً حول ما يجري. لم يتقدم أي طرف لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن العراق. لدينا عدة جلسات في مجلس الأمن لمناقشة المستجدات في الشرق الأوسط هذا الشهر، وقد نناقش ما يجري هناك في إحدى الجلسات. Closely.